هاي المرة هنا مرة. أي. عرف بالحملة، أكيد تعرف بالحملة، غير تعرف بالحملة. يلا. ونفتح طلع حبيبتي السيارة. نلتقي بالقائد. عبد الله أحمد السريتي مدير مصر. شنو تحكي لنا على نشاط فوضية كشاف مصراتة في ثورة 19 فبراير؟ تنظم طبعا كما نعرف الكل ان حركة الشفية حركة تربوية تهدف الى خدمة المجتمع، فحبينا في الازمة هذه نخدم بلادنا ونخدم مجتمعنا ونقوم حملة لمساعدة اهالينا في جبل نفوس اللي موجودين برا من ليبيا اللي هم في تونس لاجئين. تمام، شنو في انشطة اخرى ساهمتوا فيهن؟ ساهمنا في برنامج الألغام، ساهمنا في عدة برامج في خدمة المجتمع في مصراتة بالذات. شو نسبة إقبال الناس عن الكشاف في مصراتها؟ والله تو هل إن مستوى الإدراك الفهم من نشاط الكشاف الحقيقي يعني؟ بعد أحداث طبعا الناس الكل عرفت معنى كشاف. حاجة ثانية كان فوج مصراتة كشاف مرشدات نظم يوم للأطفال، كان هذا اليوم يوم العاب والترفيه لمجموعة الأطفال في مدينة مصراتة. كان الإقبال الحمد لله يعتبر العدد ممتاز لهذا النشاط، وكان عندي الآن دائما في أعداد تبي تشجع في الكشاف وتبي تنسب للحركة الكشفية. في نشاطات مثلا ندوات ولا حاجات تثقيفية كي للمجتمع؟ برنامجنا الحالي احنا أول شيء المدينة مازال مش آمنة شوية، فمنبغوش نديروا نشاط ما نبغوش نعرض الناس لخطر أكثر. تمام. نحاول تو مدايرين الحملة هذه الأولى لجبال نفوسة، فنقوم إن شاء الله حملة على الإنترنت اللي هي دولار لمدينة مصراتة من كل أصدقاء الكشاف من كل أصدقائنا في العالم الكل، فسعيين بالبرنامج ده وإن شاء الله يكون خير. أنا سمعت أن فيه أنها تنتقلوا مدينة بنغازي لجمع التبرعات. والله هي فكرة من أحد كشافينا، قال المفروض لمدينة مصراتة عندنا أطفال اللي هم أبناء الشهداء وأبناء المفقودين، فنحاول إن شاء الله أن نقوم حملة تبرعات في مدينة بنغازي والبيضة مدينة الشرقية إن شاء الله. هل في تنسيق مثلا مع هيئات المجتمع المدني الأخرى؟ حاليا لا، لكن في مصراتة عندنا تنسيق مع جميع الجمعيات الأهلية في مصراتة. اللي هي زي مثلا شبيبة الهلال الأحمر؟ أكيد جميع شبيبة الهلال عندنا نشاط معهم اللي هو بعد بكرة توري لمجموعة أطفال مساهمين معهم هنا في كفرقة أشباب، كفرقتين أشباب مساهمين معهم في البرنامج. هدف البرنامج نوع 20 شبل من الكشاف، ال 20 هذول اهل 20 اخرين، فان شاء الله يوم الخميس حيبدا النشاط هذا. النقطة الثانية حسب ما فهمت منك ان اساس الفكرة العامة التطوعية انها تكون تبدا من الشبل، من هو اصغر فئة في الكشاف. هي الكشفية مراحل، فنحب الشبل هو صغير يتعلم من هو صغير كيف يضحي من اجل المجتمع من اجل الغير، باش لما لانه هو بيكون رجل غدا، فان شاء الله يكون الهدف جيد وان شاء الله نتحققه. ماشي، بارك الله فيك. شكرا. جاي بمحصلة نتاع الطفل هذا بتبرع بها للحملة أطفال جبل نفوسة. الله أكبر. الله أكبر، يعني شاب أقل من سنة عمره فجاي يتبرع بالمحصلة نتاعه هو ولي أمره. يعني إن شاء الله ربي يحفظك يا وليد، ربي يخليك إن شاء الله، ربي يخليك إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم، تعرفوا بيك؟ القائد كشفي أكرم علي زقلان من فوج كشاف مصراتة. ايش تحكي لنا عن الحملة هذه وش ردة الناس في مصراتة؟ والله إن شاء الله بإذن الله حملة كويسة، وحملة قام بها الفوج كشاف مصراتة المدينة لمساعدة أخواننا أطفال جبل نفوسة لمساعدتهم، وإن شاء الله بإذن الله حملة موفقة إن شاء الله بجدية إن شاء الله بإذن الله. الشيء اللي خليك ان تزيد اعجاب بالفكره هذه ان مصراتها ما زالت محاصره وتخمم في غيرها، شن الحاجه هذه شنو تدل عندك؟ والله هذه الحاجه هذه تدل ان هذه مصراتها ناس كويسين وناس كرماء ويقسموا رغيف العيش ورغيف الخبز، يقسموا مع اخوتهم في جبل نفوس وفي اي بلد من بلاد ليبيا الحبيبه ان شاء الله. صار معنا موقف طريف قبل شويه، موضوع الحصاله نتاع الطفل، ايش تحكي لنا عليها؟ والله بالنسبه للمحصنه هذه مش اول مره جينا يعني محصنه من اطفال، فهذه بادره كثير، والاطفال يعني اعمارهم سنتين وسنه ونص يجيبوا في محصناتهم لنصرة اخواتهم في جبل نفوسة، وان شاء الله باذن الله منصورين باذن الله يا رب العالمين. ان شاء الله بارك الله فيك. ان شاء الله ربي ينصرنا ان شاء الله. ان شاء الله. الله وفق. السلام عليكم. استبرعت الدمار لأطفال جبل نفوسة. أهلنا وأصحابنا وناسنا وأخوتنا. أعطينا كلمة لأطفال جبل نفوسة بالله عليك. متوهني. أدبي أي كلمة لأطفال جبل نفوسة يا بابا أدبي. إن شاء الله ربي يصر. إن شاء الله ربي يصر. إن شاء الله أمين. بارك الله فيك. بمبلغ مالي لأطفال جبل نفوسة. والله باش نساعدوهم يعني بقدر الإمكان يعني الحاجات بتاعهم يعني من ناحية المواد الغذائية من ناحية المادية من ناحية أي شيء يعني نقدر نساعد به احنا. الله أكبر، أعطينا كلمة لأطفال جبل نفوسة بالله عليك، يعني نعطيهم المبلغ هذا المالي. ربي ينصرهم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وشنو تقول لنا وانت بتتبرع على اهالي جبل نفوسة؟ شنو تقول لهم؟ ان شاء الله توفقتم، ان شاء الله ربي ينصركم على الطاغي هذا. ان شاء الله. ان شاء الله ربي يسلمهم من الاطفال والناس كلهم اللي غادي، اللي يرضى معاهم. وحنا شعرنا بما شعر بهم مسؤولين يعني مصرين باذن الله. ان شاء الله. بتقول حاجه بابا لهم الاطفال جبل نفوسة؟ السلام عليكم. قول ربي ينصرهم. شكرا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو كلمة توجهها من أهل مصرات للأطفال جبل نفوسة؟ والله إن شاء الله نقول لهم النصر قريب بعون الله، وإن شاء الله الخطوة الآن الخطوة الإمام إن شاء الله خطوة نقول قريبة جدا في قدرة الله تعالى. جايين أول الأطفال هنا للحديقة وللساحة على الأقل، والحملة اللي مديرينها لإخواننا الكشاف الله يلحقها حملة إن
جيدة حمل التبرعات، وإحنا إن شاء الله نتبرع بما نملكه لأطفالنا ووهلنا في جبل نفوسه، والله ينصرهم ويثبت أخبارهم إن شاء الله. إن شاء الله بين الأطفال شو نحب يقولونا؟ هاي شو بتقول هاي؟ نونو وين هي؟ هاي ما اللي بتحكي؟ شو تقول للأطفال جبل نفوسها؟ إن شاء الله يا ربي ينصر التبرع. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. شو تقول للأطفال جبل نفوسها وأهل جبل نفوسها بعد ما تبرعتي لهم مبلغ؟ طبعا عليهم مفراتة، إن شاء الله ربي ينصرهم، إن شاء الله ربي يفرج عليهم، إن شاء الله تعب مصر قريبة، إن شاء الله ربي يحفظ شبابنا في الجبهة وربي ينصرهم وربي معاهم، والله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، بارك الله فيك، بارك الله فيك، ربي يحفظك. تعرفوا بكم جوال؟ عثمان سالم بدنفوس. فتى؟ فتى الطاهر ابراهيم رضا. فتى عصام محمد الشعب. شو تحكوا لنا على الحمله هذه؟ ما اللي حب يتكلم؟ الحمله هذه قايمين بها احنا في وجه مسرات الكشاف والمرشدات، لان حاسين بخوتنا في الزندان، لان احنا مرينا بالوضع هذا قبل المرحله هذه. واحنا ان شاء الله هذا مسؤولين وصلت باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بخوتنا في الزندان. والحمله هذه قايمين بها بقيمه دينار، يعني احنا ماناش متكلين على الناس وعارفين ظروف الناس. قيمه دينار. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شن راي شن راي في الحمله اللي قايمين بها الكشاف؟ والله عمل عظيم جدا، وان شاء الله اجر حاصل على كل الناس. يعني حقيقه هذا امر عمل واجب على كل حقيقه مواطن ليبي ان يؤدي باي شيء قدر يشيل اهل الناس. احنا الان عايشين الحرب وعايشين الازمه العشبيه الليبيين، وهذوما ناس قط بهم السبل حقيقه، ناس لا انبذاء فيها ولا اخذ فيها، وناس تشربت في الجبال وغيرها، فاقل ما يمكن يعني تقديم شيء ولو بسيط. يعني شنو الكلمه اللي توجهها لهم مكي مختصره من اهالي مصرات؟ والله نتمنى لهم النصر العاجل والقريب اللي هو باذن الله سبحانه وتعالى، ونتمنى ان شاء الله ان يرجعوا الاهالي الذين شردوا في ما خارج جبهه ليبيا، ونتمنى لهم ان شاء الله الجرحى العلاج السريع والنصر القريب ان شاء الله. يعني ان شاء الله.